مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن مشروع تعديل قانون الانتخابات في العراق في ظل تراجع عن وعود لإجراء انتخابات مبكرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري. حياكم الله دكتور جاسم. بداية، الإطار التنسيقي يناقش تأجيل الانتخابات المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات، ألا يعد ذلك نقوصا للاتفاق الذي جاء به السوداني لتولي رئاسة الحكومة؟ نعم، شكرا لكم. أظن أن هنالك خلافات كبيرة داخل الإطار التنسيقي. هنالك اليوم يعني يمكن أن نقول كتلتان كبيرتان، الأولى هي الإطار التنسيقي والآخر هو ما يسمى ائتلاف إدارة الدولة. وكلامنا الآن عن الإطار التنسيقي، أعتقد أن هنالك خلافات كبيرة داخل الإطار التنسيقي بزعامة مالكي حول قضية إعادة أو الانتخابات المبكرة، ذلك لأن الغالبية الكبرى من المتواجدين داخل الإطار لا يرغبون بأن تكون هنالك انتخابات مبكرة، على الرغم من الوعود الأولية التي أعطيت لبعض الأطراف السياسية، وعليه ربما تيار الحكمة وربما تيار النصر أو ائتلاف النصر بزعامة حيدر عبادي، كلا الفريقين ربما هما يضغطان من أجل أن تكون هنالك انتخابات مبكرة. وعليه حتى الآن لا يوجد أي قرار واضح داخل الإطار التنسيقي من أجل ترتيب الانتخابات. طيب، ماذا عن مقتدى الصدر دكتور جاسم؟ يعني هل هو مع الطرف الذي يقف فيه حيدر العبادي وعمار الحكيم، أم أن هناك ربما يعني رد فعل آخر متوقع من مقتدى الصدر في حال كان هناك استمرار للحكومة الحالية أو للبرلمان الحالي دون إجراء انتخابات مبكرة؟ أتصور أن من يتابع تغريدات أو فعاليات التيار الصدري يمكن أن يجزم أن التيار الصدري اقتنع بأنه اليوم خارج اللعبة السياسية تماما. يعني ما نشاهده اليوم من تغريدات عبر الصدر مباشرة أو عبر وزير الصدر لا علاقة لها بالملف السياسي. هم يتحدثون عن المثلية، يتحدثون عن الحب، يتحدثون عن الحياة الاجتماعية في العراق، ولا يتحدثون عن المشهد السياسي، وكأنهم لم يكونوا بالأمس يدفعون الجماهير للدخول خضراء ولدخول برلمان ولاعتصام. وعليه هنالك ذهول ليس فقط لدى المتابع العراقي وإنما حتى لدى المتابع الخارجي. بما تفسر هذا التحول بالخطاب من قبل التيار الصدري؟ والله هنالك كثير من التفسيرات، ربما هو قناعة داخلية صدرية بأنهم يعني من الأفضل لهم أن يكونوا خارج اللعبة وهذا مستبعد، وربما وهذا هو الأقوى هنالك ضغوط خارجية وربما إيرانية وربما أمريكية على التيار الصدري هي التي دفعته لأن ينحى هذا المنحى الغريب والصامت. وعليه أنا أعتقد أن هنالك ضغوطات كبيرة على التيار الصدري جعلته ينأى بنفسه عن الملعب السياسي، وإلا فنحن نتحدث عن الفائز الأول في الانتخابات القائمة في العراق في عام 2021. كيف يعني أعطى هذه المقاعد للإطار التنسيقي؟ أعتقد أن الصدر خدم الإطار التنسيقي خدمة لم يكونوا يحلموا بها في يوم من الأيام، وبالتالي أي خلل يعني يمكن أن يحصل خلال هذه المرحلة يضاف إلى الخلل السابق في العراق. أعتقد أن مقتدى الصدر مسؤول عنه مسؤولية مباشرة وليست غير مباشرة، على اعتبار أنه أعطى مقاعده إلى الإطار التنسيقي. هو كان يتحدث عن التغيير وسمى حتى الخطابات الداخلية للتيار الصدري بعام التغيير، لكنه في لحظة ربما صرنا أمام عام الصمت وربما سنوات الصمت، وهذا الأمر غريب جدا. لنأتي الآن دكتور جاسم إلى نقطة وهي استغلال الأطراف الأخرى التي كما قلت قدم لها مقتدى الصدر خدمة لم تكن تحلم بها. نأتي إلى ائتلاف دولة القانون الذي يقترح استمرار الدورة البرلمانية الحالية لمدة عام كامل، ويرى أن العام الماضي يعد مخصوما من استحقاق حكومة السوداني. كيف تقرأ هذا التوجه؟
تحديدا على الإطار التنسيقي لزعامة النوري مالكي. تعلم جنابك أنه في الدورتين الأولى والثانية حينما كان المالكي رئيسا للوزراء لم يوافق على أن يعطي الرئاسة لمن تلاه في الانتخابات، وبالتالي أرغم المالكي على تسليم الحكم وفق الدستور. وعليه أعتقد أن هذه فرصة ذهبية أمام المالكي لأن يعود، وهو كما يقال أن المالكي هو الذي يدير الدولة اليوم. السوداني نعم هو رئيس الوزراء اليوم، لكن المدبر حقيقي للسياسة في العراق بين هلالين هو نوري المالكي. وعليه أظن أنه من ضمن الأمور التي ربما يتخوف منها التيار الصدري، بالعودة إلى السؤال الأول، أعتقد أنه التيار الصدري يتخوف من ملاحقات قانونية وعسكرية من الحكومة الحالية، على اعتبار أنه ممكن أن تكون صولة فرسان أخرى ضد التيار الصدري، تماما مثل ما حصل ضد جيش مهدي في عام 2008 في البصرة. هل من المنطقي، يعني قبل أن أكمل بقية الأسئلة في هذه الجزئية، هل من المنطقي أن يقدم شخص شارك في العملية السياسية رقبته على طبق من ذهب إلى عدوه؟ هو أخطأ. يعني الكثير من المتابعين للشأن العراقي يقولون أن الصدر قد أخطأ في هذه القرار، في هذا القرار، وبالتالي هو ندم على القرار، حاول أن يعترض، قدم اعتراضات للمحكمة الاتحادية لكنه لم يتمكن من إعادة المقاعد. هو حاول ترميم الخطأ لكن هذا الأمر لم يتمكن منه، وبالتالي ربما هو انتبه للخطأ في الوقت الضائع. دكتور، في ظل هذه التوجهات تبحث الكتل البرلمانية تعديل قانون الانتخابات بإعادة قانون سانت ليغو. ما الهدف من إعادة تفعيل قانون كانت نتائجه معلومة للجميع وهو مرفوض شعبيا؟ طبعا حتى المالكي يتحدث في لقائه الأخير عن هذا القانون. هم يريدون بموجب هذا القانون أن يعطوا دورا للكتل الصغيرة. تعلم أن هذا القانون يعطي دورا للكتل الصغيرة من أجل أن تحصل على بعض المقاعد في البرلمان أو حتى في المجالس المحلية. هذا نوع من التمويه على الجماهير بأننا لا نريد أن ننفرد بالسلطة، وبالتالي نحن نذهب إلى هذا النظام من أجل إشراك القوى الصغيرة في الحكم. لكن أعتقد أن الواقع وإن طبق هذا النظام، السؤال الأبرز والأكبر، هل الانتخابات في العراق هي انتخابات آمنة؟ هل هي بعيدة عن التزوير؟ هذا هو يعني السؤال الأبرز. بعيدا عن نوع نظام الانتخابي، أعتقد أننا أمام إشكالية هي في كون هذه الانتخابات غير نزيهة، وبالتالي نجد أن المشكلة الأكبر هو في صناديق الاقتراع وليس في أنظمة الانتخابات. شكرا جزيلا لك الدكتور جاسم الشمري، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.